من بغداد ومن المنطقة الخضراء السيد إبراهيم الجابري مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد. أهلا بك سيد إبراهيم في حصاد التغيير الإخباري. اخترتم يوم السبت المقبل موعدا لتظاهرة مليونية. أولا لماذا السبت؟ أنتم اعتدتم على التظاهرات يوم الجمعة والصلوات الموحدة يوم الجمعة، لماذا اخترتم السبت؟ هذه حقيقة، السلام عليكم أولا، وهذه الأيام كلها أيام مباركة، لم تكن أيام السبت وأيام الجمعة تختلف عن المضمون، إنما اليوم الشعب العراقي يجب أن يكون كلمته ويقول كلمته، فمن سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر أرتاء أن يكون يوم الجمعة يوم السبت القادم الساعة 5 عصرا مظاهرات لكل أبناء الشعب العراقي للاشتراك بثورة عاشوراء التي اسمها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر كي يزيح الفاسدين من على دكة الحكم. والشعب العراقي مستبشر بهذه الثورة العملاقة الكبيرة التي يقودها سماحة الزعيم العراقي راعي الإصلاح مقتدى الصدر، وما شاهدناه من ألوان كل ألوان وأطياف الشعب العراقي في هذه الاعتصامات المفتوحة هنا في الخضراء تسر القلوب، قلوب المواطن الصحيح، قلوب المواطن اللي يبحث عن الرفاهية، يبحث عن الحق والحقيقة، يبحث عن حكومة حقيقية واقعية تخدم كل أطياف الشعب العراقي من خلال هذه الوقفات الشجاعة لأبناء الشعب العراقي في الاعتصام المفتوح هنا في الخضراء. أما المظاهرات فستكون إن شاء الله تعالى السبت القادم الساعة 5 عصرا. سيد إبراهيم بعد الترحيب بك ثانية، يعني الاعتصام والمظاهرات شيئان منفصلان مختلفان تماما، الاعتصام باق ولكن ماذا عن المظاهرات؟ طبعا تختلف. الاعتصام مستمر إن شاء الله تعالى، والمظاهرات سوف تكون في ساحة التحرير، ويسيرون المتظاهرون من ساحة التحرير إلى إن شاء الله تعالى إلى الخضراء إلى ساحة الاحتفالات الكبرى، وسيكون هنالك برنامج كبير لهذه الجماهير القادمة من كل أبناء الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب وكل الفئات وكل الألوان، سواء كانوا على نحو النقابات الأطباء أو الطلاب أو رجال الدين أو النساء أو الرجال، وكذلك رؤساء العشائر يتقدمون إن شاء الله تعالى بمقدمة هؤلاء. طب سيد إبراهيم، ألا تخشون من حصول احتكاك مع متظاهري الإطار التنسيقي، خاصة وأنهم أيضا عند أعتاب المنطقة الخضراء ولكن من جهة أخرى، ولكن يوم السبت يعني هم أيضا يعتصمون وقد تخرج أيضا تظاهرات من أنصارهم، ألا تخشون من حصول احتكاك؟ أعتقد الكل يعلم والكل يراهن على التنظيم العالي لهذه المظاهرات والاعتصامات الذي رعاها سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر منذ سقوط النظام إلى هذه اللحظة. هي مظاهرات سلمية لا يشوبها أي عنف، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وحنكة القائد. ولكن الطرف الآخر سيد إبراهيم، ماذا عن الطرف الآخر؟ الطرف الآخر لا يستطيع أن يتحرك، لأن لا يوجد شيء اسمه إطار، الإطار فقط في الفضائيات، أما لنا هنا نحن لا يوجد إطار، هنا فقط قول الشعب، هنا فقط قول مقتدى الصدر، هنا فقط قول الإصلاح. نعم. طيب سيد إبراهيم، ما الذي ستحمله التظاهرة المليونية، أو كما يقال من المتوقع أن تكون أيضا فوق المليونية التي حددت يوم السبت، ما الذي ستحمله من تداعيات على مجرى الأحداث؟ مراقبون يعولون عليها بأنها ستدفع باتجاه حلحلة الأزمة. أعتقد هذه رسالة كبيرة لكل من يدس السم في العسل، أنه ومن يروم ويتحدث من هنا وهناك أن المظاهرات لم تكن لكل أبناء الشعب العراقي فقط للتيار السري، قلناها مرارا وتكرارا، وسماحة الزعيم العراقي مقتدى صدر كررها مرارا وتكرارا أنه التيار الصدري جزء من هذا الشعب العراقي، فإن شاء الله تعالى التيار الصدري وأبناء الشعب العراقي عندما يأتون إلى هذه المظاهرات العملاقة الكبيرة التي تفوق إن شاء الله تعالى المليونية وتغص بها شوارع بغداد جميعا في التحرير أو في الخضراء وحتى في ساحة الاحتفالات الكبرى. وكذلك سماحة السيد مرارا وتكرارا قد تحدث مع أبناء الشعب العراقي من خلال بيانات ومن خلال تغريدات
أن لا يوجد فيتو على كل فاسد، سواء كان في التيار الصدري أو كان في الأحزاب الباقية، فلا يوجد فيتو مطلقا على كل فاسد. هذه النعمة، نعمة الصدر ونعمة آل الصدر لأبناء الشعب العراقي، وقال هذه الفرصة الأخيرة كي نزيح كل الفاسدين. فإذا سمحت السيد واقعية ويعيش واقع أبناء الشعب العراقي المرير، أما غيره فلا يعيشون ولا بل حتى نسوا أن هنالك شعب عراقي فقط قد جاءوا بأنفسهم لهذه المغانم الدنيوية، مغانم الوزارات والدوائر الأخرى والأموال التي خرجت إلى خارج العراق. لكن سماحة السيد إن شاء الله تعالى هو صمام أمان لكل أبناء الشعب العراقي. طب سيد إبراهيم، يعني مسألة الفاسدين هل هي متعلقة بكيانات سياسية باعتقادكم أم متعلقة بأشخاص؟ يعني مثلا كتلة الصادقون، هل تعتبرون الكتلة هي كتلة فاسدة أم هناك أشخاص معينين فيها؟ دولة القانون كذلك؟ أعتقد أسماها الحاج صالح العراقي كاذبون، وهذه واقع حال. هذا يعني تعميم على الكتلة ككل، ككل الكتلة كاذبون، تحدث بكلام كبير، وأعتقد هذه واقعية. وماذا حصل في الموصل وما حصل في الفساد في بيجي وغير ذلك من هذه المفاسد، هل استطاعوا أن يقولوا هذا فاسد وهذا فاسد؟ فقط كان راعي الإصلاح سماحة السيد القائد مقتدى الصدر هو الذي يلوح للفاسدين أينما كانوا، سواء كانوا في التيار أو في غيره، وكانت هنالك القصاصة هي العامل الأساسي بإنجاح كل الثورات، لا سيما الثورة العملاقة الكبيرة التي يقودها سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر، وهي ثورة عاشوراء التي أعلن عنها. طيب سيد إبراهيم، لابد أن نسأل على ماذا كان يعول السيد الصدر عندما لجأ للقضاء؟ يعني السيد الصدر هو فاهم وقارئ وملم أيضا بالعملية السياسية ومآلات الأمور، يعرف أي قرار من أين يجدر، يعني أن يصدر هذا القرار، أم أنه توجه للقضاء كفعل قانوني، يعني توجه ولجأ للقضاء متسائلا مستفهما ليس أكثر؟ لابد أن يكون كلام للقضاء، ولكن لابد أن يكون المحكمة الاتحادية كذلك شأن، لأن المحكمة القضاء وللأسف الشديد كان يتحدث عن طرف دون طرف آخر. فإذا إرادة الشعب فوق إرادة كل الأحزاب الفاسدة، كل هذه الجماهير التي تحتشد هنا في الاعتصامات وفي المظاهرات السابقة واللاحقة، هي صورة واضحة للإعلان ضد كل فاسد. وللأسف الشديد القضاء كان يبحث فقط على مجمل نقاط بسيطة وأجزاء بسيطة، لكن هل حاسب على مصفى بيجي؟ هل حاسب على سقوط الموصل وغيرها؟ هل حاسب الفاسدون على هذه الأموال، على تلك الأموال في الموازنات السابقة المليارية في 2014 وغيرها؟ هنالك ملفات عديدة لم يحاسب عليها القضاء. يخرج شخص من القضاء يقول هذه المادة غير داخلة ونحن لسنا معنيين بحل البرلمان، وربما يكون هذه إلى المحكمة الاتحادية، فكلهم ملامون سواء كانت المحكمة الاتحادية أو القضاء. فأبناء الشعب العراقي لم تنطلي عليهم كل الأفكار التي مزقها إن شاء الله تعالى معول الخير ومعول الصدق، وهو معول الإصلاح الذي بيده سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. طب سيد إبراهيم، هناك من يشعر بالارتباك حقيقة بأن التيار الصدري كان في بادئ الأمر بارك بنتائج الانتخابات وبارك لتشكيل البرلمان الحالي، واليوم يريد حل البرلمان ويريد انتخابات جديدة. يعني ألا تعتقد هذا نوع من الارباك؟ يعني هذه القرارات في البداية كانت التيار الصدري لم يكن بارك ورحب بنتائج الانتخابات، لم يكن إرباكا، كان التيار الصدري فائزا ب73 مقعدا، وأعطاها وقال أنا أتبرأ من هذه المقاعد، أعطي هذه المقاعد وأريد ماذا سيفعل الطرف الآخر. الطرف الآخر جاء بتحزبات أخرى، نفس الوجوه الكالحة الفاسدة، ففرصة قد مرت على هؤلاء ما يسمون أنفسهم بالأطار، ونحن لسنا بصدد التسميات من هنا وهناك. نحن نقول أنه سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر قد تنازل عن هذا، وليست فقط
إذا نعبر عن السنين الماضية تنازل عن كذا وزارات، 6 وزارات أو 7، واليوم تنازل على 73 مقعد، لأن هنالك محاصصة طائفية مقيتة، فسمحت السيد لا يريد العودة إلى المحاصصة مرة أخرى، فيريد أن تكون هنالك حكومة كبيرة عظيمة تخدم كل أطياف الشعب العراقي. طيب، حتى لو كان في سؤالي سيد إبراهيم يعني استباقا للأحداث، ولكن ماذا لو لم توافق المحكمة الاتحادية على إجراء الانتخابات المبكرة؟ ما الخيارات التي ستبقى متاحة أمام السيد الصدر؟ القول أو القول للسيد القائد إن شاء الله تعالى. كلمة الفصل للسيد القائد مقتدى الصدر. القول إذن للسيد مقتدى الصدر. إذن سيد إبراهيم، ربما يكون سؤال أخير فيما يتعلق بتظاهرات يوم السبت، تتوقعون الأعداد إلى كم تصل؟ أنا أقولها وبملء فمي، سوف تعبر المليونية إن شاء الله تعالى، لأن ما شاهدناه من تواصل من رؤساء العشائر وكل أنواع أبناء الشعب العراقي بمجرد ظهور بيان سماحة السيد القائد مقتدى الصدر والدعوة إلى المظاهرات المليونية يوم السبت القادم الساعة 5 عصرا يوم السبت، هذا قالها سماحة السيد. فشاهدنا كثير من الاتصالات من رؤساء القبائل في عموم العراق، وشاهدنا كذلك الوقفات الكبيرة البطولية الشجاعة لرؤساء العشائر الكبار مع أبنائهم هنا في ساحات الاعتصام، كرروها وعادوا مرة أخرى، قالوا نحن على أهبة الاستعداد إن شاء الله تعالى بالمشاركة لهذه المظاهرات. هل ستكون تظاهرة واعتصام أيضا أم فقط تظاهرة وبعد ذلك بعد ساعات تفض وتنتهي؟ الاعتصام شيء والتظاهر شيء آخر. الاعتصام بالأصل موجود مستمر، والتظاهر يحدد مسارها سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر، إن جاءت المظاهرة وانسحابها وبقائها هذا شأن سماحة السيد. أما كاعتصام فسماحة السيد قال الاستمرار للاعتصام مطلقا إن شاء الله تعالى. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد إبراهيم الجابري مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد، كنت معنا مباشرة من المنطقة الخضراء منطقة الاعتصام، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.